أهلا ومرحبا بكم من جديد. ضلال أصيل يتواصل برفقتكم، نسعد بكل الأحباب الأصدقاء الذين انضموا للمتابعة والمشاهدة محطات مختلفة ومتنوعة عبر هذا المساء. كثيرا ما نسمع بصناعة القانون وكيف أن الدول تهتم بهذا الشأن، تقوم بسن القوانين والتشريعات وقيام الدساتير التي تؤسس للعمل داخل الدولة. للحديث أكثر حول هذا الأمر أسعد جدا بأن أرحب بضيفي داخل الأستوديو الأستاذ محمد الحسن الأمين المحامي حبابك عشرة في قناة الشروق. بارك الله فيك، أهلا وسهلا، مرحبا بالشروق يعني في هذه الأمسية. مرحبا بك أستاذ محمد الحسن، وخلينا نبدأ بالتعريف ذاته. نحن تكلمنا عن صناعة القانون، شنو مقصود بصناعة القانون؟ اللو ميكينج، أو كيف يعني نستطيع أن نخرج القانون الذي ينظم عمل ما، أو ينظم الحياة، أو ينظم مؤسسة من المؤسسات، أو ينظم الفعل من الأفعال كالقوانين الجنائية، القوانين الإجرائية، القوانين التي تحكم الدولة بصورة عامة، أو تحكم ولاية من الولايات، أو تحكم محلية من المحليات، باعتبار أن الجهات التي تقوم أو الجهة التي تقوم بالتشريع هي الأساس في صناعة القانون، ويفترض فيها أن تكون ممثلة للشعب، لأن أو للإقليم المعين إن كان تشريعا إقليميا، أو للمحلية المعين إن كان تشريعا على المستوى المحلي. فالتشريع صاحب التشريع أو المشرع يجب أن يكون لديه نيابة عن الذين يعني قدموه لهذا الموقع، بحيث يقوم بهذا العمل نيابة عن الجماهير بما ينظم العمل المعين، إن كان تشريع على المستوى التنفيذي في مثلا تنظيم الصناعة أو التعليم أو الوزارة، كذلك أيضا يقوم المشرع بتنظيم هذا العمل التنفيذي باعتباره مفوضا من الشعب أو مفوضا من الجهة التي تقوم. وهناك عدة مراحل يمر بها القانون. أنا جاي أكسي لسؤال، إنه كيف بيتم صناعة القانون؟ نعم، القانون يبدأ من المشرعين أو الليجيسليترز اللي هم في المجالس التشريعية على المستويات المختلفة، إما بمقترح يتم داخل الهيئة التشريعية أو المجالس التشريعية، أو بواسطة مقترح يقدم من الجهاز التنفيذي، مجلس الوزراء أو مجلس الولاية أو مجلس الحالي، يقدم هذا المقترح ثم يتم صياغته بواسطة الجهات الفنية في وزارة العدل مثلا. هذه الصياغة يتم التوقيع عليها من قبل الوزير المختص، ثم تقدم للجهاز التنفيذي كمقترح أو كمشروع قانون. هذا المشروع مقترح لتنظيم عمل ما، أو لقانون عام، أو لتعديل لقانون قائم. هذا يصدر من الجهاز التنفيذي، يجاز في مجلس الوزراء إن كان قانونا للبلاد كلها، ويجاز على مستوى التنفيذي إذا كان على مستوى ولائي أو غير ذلك. بعد أن يجاز هذا القانون من المستوى التنفيذي يصبح مشروعا معدا لتقديمه للهيئة التشريعية أو للجهة التشريعية. الجهة التشريعية لها حق التعديل، ولها حق الإلغاء، ولها حق الإجازة كما جاءها من الجهاز التنفيذي، باعتبار أنه أساساً هذا تم سنه كضرورة لتنظيم العمل التنفيذي، أو لتنظيم الحياة. مثلاً في قوانين تنظم الأجهزة من يعني الجامعات، قانون القوات المسلحة، قانون الشرطة، قانون وهكذا، في قوانين للبيئة، في قوانين للصحة، في قوانين الجهة التي تقترح يجب أن تكون مختصة في أنها تضع بنود القانون. طيب من هو صاحب الحق في التشريع؟ صاحب الحق الأصيل هو الشعب الذي يفوض أشخاص لديهم الصلاحية في أن يقوموا بهذا الدور نيابة عنه. الشعب على مستويات مختلفة كما ذكرت، ومن ثم هي نيابة عن الشعب. هؤلاء النواب ينظرون في هذا التشريع. في حالة غياب الأجهزة التشريعية مثلا في الوضع الحالي، تقوم الأجهزة التنفيذية زائد الأجهزة السيادية معا، أو يحاول أن يتم جهاز أوسع بحيث يتم فيه نطاق أوسع لتقديم التشريع. هذا طبعا للضرورة فقط، ولكن الأصل في التشريع أن يقوم
على أكتاف المشرعين على مستوياتهم المختلفة. برضو يعني نسأل عن مدى تطابق التشريعات مع قيم ومنظومة المجتمع طالما أنه الشعب هو صاحب الحق في التشريع. نعم، هذه مسألة ضرورية جدا في أنه هذا التشريع ينظم الحياة في إطار ما، سواء كانت إطار محدود أو إطار واسع أو قانون عام، مثلا كالقانون الجنائي أو كما ذكرت في القانون الإجراءات الجنائية، القانون المدني، قانون الإجراءات المدنية، وهذه القوانين الأساسية ينظم هذا الجانب. هذه القوانين تقنن لقيام ولنظم ولأعراف يسير عليها الشعب بصورة ما، لأنه هو في النهاية يجب عليه أن يطيع هذه القوانين. القانون بعد أن يجاز يصبح ملزما للجميع على كل المستويات، ولا يستطيع أحد أن ينجو من أن يطبق عليه هذا القانون، سواء كان قانونا يعني عاما أو قانون خاص. بالتالي يعني ينبغي فيه مراعاة القيم والنظم والتقاليد والموروثات لمنطقة معينة أو لشعب معين، باعتبار أنه مثلا في بلد زي السودان فيه تعدد في القبائل، وبالتالي بالضرورة تعدد في الثقافات وفي المفاهيم. إذا أقمنا قانون معين، قمنا بصناعة قانون معين، هذا القانون قد يكون مثلا في منطقة ما قانون عند قيم هذه المنطقة مقبولة، عنده في المنطقة الثانية الحاجة دي غير مقبولة، فكيف بنقدر نصنع قانون يراعي القيم والنظم لبلد متعدد؟ هذا سؤال جيد، لأنه يعني صحيح أن يعني مسائل تختلف. السودان دولة واسعة متعددة، ولكن هنالك مبادئ عامة وقيم عامة. مثلا التوجه الديني في السودان مثلا معظمه 98% مثلا مسلمين، وبالتالي انت بتراعي بحيث لا يعني تطبق القوانين بحيث لا تمس عقيدة معظم الناس. صحيح انك قد تمس بعض المعتقدات التي تكون هنا وهناك، ولكن القانون بصورة عامة يطبق القيم. الأعراف مثلا كذلك تختلف من منطقة إلى منطقة. من أجل ذلك كان هناك خلاف واسع جدا قبل فصل جنوب السودان بين القوانين السارية هنا والسارية في جنوب السودان. تجد أن بعض المواد ينص عليها بأنها لا تنطبق في جنوب السودان لأنه الاختلاف كبير. السودان في شماله يعني كثير من الأشياء متقاربة، وعلى المشرع أن يراعي هذه الاختلافات بحيث يصبح القانون ملزما للجميع. أحيانا مثلا تجد دولة فيها قانون ودولة أخرى يعني يختلف فيها، يعني هنالك تحريم هنا مثلا في السودان، وفي بعض المناطق هذا الأمر معتاد. يعني الآن مثلا في دولة واحدة أو دولتين حتى بعض المخدرات بحجم قليل تم اعتبارها مسألة ما فيها ليس فيها حرج وليس فيها مخالفة للقانون، وفي دول أخرى أو في السودان وفي غيره يتم اعتبار هذه مخالفة للقانون لأنها تخالف القيم ولأنها تضر بالصحة وهكذا. فيراعى في القانون أنه يحافظ على القيم، أنه يحافظ على يعني صحة الإنسان، على مثله، على كل هذه المسائل، بحيث لا يكون هنالك في القانون ما يؤثر على مجموعة. ولكن صحيح إنه في النهاية لن تجده متطابقا مع كل يعني كل المنطقة بحيث لا يضار أحد من هذا القانون، لأنه بعض الناس يعني يصبح يعني مثلا السجائر في ولايات من الولايات المتحدة في المواقع العامة تجد ممنوع، وفي ولايات أخرى مسموح وهكذا. يعني لو لاحظت مثلا في أقرب أمثلة في كأس العالم الآن، قطر تطبق قوانين معينة، منعت مثلا الخمور على مستوى اللعيب أو على مستوى كل الاستادات الموجودة، باعتبار هذا يمس يعني نظمه وقناعاته. احتج الآخرون بأنه هذا يعني هذه مسألة عالمية. ده بيقودنا لسؤال مهم، فيما إذا التشريع أو القانون الذي شرع قد خالف بعض السائد أو أضر بمصلحة البعض، كيف بيتم معالجته؟ نحن تكلمنا عن أنه في حاجة قد تكون متاحة أو مباحة في منطقة ومحظورة في منطقة تانية، وإنت أقيمت قانون والقانون يسري على الجميع. يسري على الجميع، نعم. يعني القانون يعني حتى إذا جاء شخص إلى مثلا من أي موقع لموقع آخر يجب أن يلتزم بالقانون في إطار الجغرافي المعين، سواء كانت دولة أو كان إقليما أو محلية تطبق قانون معين، يجب على شخص أن يلتزم، لأنه هذا يعني ما نص عليه التشريع من غالبية أهل هذه المنطقة. وبالتالي
يجب أن لا تخالف، لأنه أنت يجب أن تحترم الآخرين. لو لاحظت يعني عندما تزور مجموعات أوروبية مثلا السعودية تجد أن النساء يعني يغطين باعتبار أن هذا هو القانون السائد، احتراما للقيم والأعراف واحتراما للقوانين السائدة. صحيح أنه إذا لم يفعلوا ذلك لا يحاسبوا، لأنهم أساسا يعني قد يكونوا لديهم حصانات دبلوماسية أو كذا. يعني لا تتسع يعني البرنامج لمسألة الاستثناءات والحصانات ويعني بعض الأشياء التي أحيانا القانون قد يستثنيها، يستثني بعض الأشخاص من تطبيق القانون، يستثني بعض الأفعال وهكذا، بحيث أن يعني القانون يطبق بصورة عامة، ولكن هناك الفعل إذا صدر من شخص معين، إذا شخص مثلا دبلوماسي أو إذا صدر من شخص نظامي يعني واجب أن يؤدي هذا الدور وأن يقوم بهذا العمل، يعني يعتبر مستثنى إذا كان دوره أو فعله نتيجة لما أمر به أو طبيعة عمله تقتضي أن يقوم بهذا العمل، بالرغم من أن هذا العمل لو قام به شخص آخر يعتبر مخالفة للقانون. طيب أستاذ أحمد الحسن، ده بيقودنا لسؤال مهم، وهو هل هناك مواصفات للمشرع؟ يعني أنه هل يجب أن تكون فيه بعض المواصفات ليضع التشريع؟ حقيقة يفترض في المشرعين أن يكونوا على علم ودراية بمجتمعاتهم بأوضاعهم بصورة عامة. تجربتنا في السودان الأجهزة التشريعية، الجمعيات التأسيسية والمجالس الوطنية أو المجالس التشريعية يتم انتخابه واختياره، وصحيح أنك أنت تختار مجموعات من المجتمع بحيث تتفاعل كلها. يعني مثلا في بريطانيا هنالك يعني مجموعة محددة تجمع من عدد من التجار وكذا لتحكم، لتكون هي في النهاية التي تقرر القرار في بعض القضايا. هنا في السودان يكون هنالك يعني الإعداد للقانون بيتم بواسطة الفنيين أو المحترفين لهذه الصناعة، بحيث يقدم بصيغة قانونية، بصيغة يعني تحتمل التطبيق وبمعاني واضحة وبلغة واضحة وهكذا. ولكن مضمون القانون نفسه يجب أن يعرض على كل يعني فئات الشعب، بحيث ينظر أي شخص من جانبه، مثلا يعني تكوينات المجتمع المختلفة، قبائل المختلفة. إذن هل هناك إشراك للجميع في مسألة التشريع قبل صنع قانون أو صناعة قانون محدد؟ نعم، الأجهزة التشريعية يجب أن تكون مفتوحة. يعني إذا أي شخص يعترض على قانون معين يحق له أن يتقدم إلى الجهة التشريعية ويبرز اعتراضه المعين على هذا التشريع، باعتبار أنه يحرم من حق من الحقوق أو يعني هو مضار من هذا القانون. ولكن في الغالب هذه يعني ربما تطبق في بعض الدول المتقدمة، ولكن هنا في السودان غالبا فقط تكون هنالك أجهزة أخرى متنازعة حول قضية ما، ثم يأتي كل طرف. يعني مثلا قانون التأمين، شركات التأمين لها رأي معين والحكومة يعني لها رأي معين في كيفية التعامل مع شركات التأمين، فيكون هنالك conflict of interest، بمعنى يعني كل جهة تريد، وفي النهاية يطبق هذا على المواطن. الدولة تراعي مصلحة المواطن بحيث تصبح هذه المسألة متاحة وتحتفظ بالحقوق الكاملة للمواطن، ولكن يعني companies أو شركات التأمين تريد أن تحتفظ بحقها في التعامل وأن تكون يعني مربحة وأن يكون كل ذلك متاحا لها. هذا تقريبا يحدث كذلك في قوانين أخرى عديدة، في أن بعض الجهات تكون مهتمة بما يليها هي أو بمصلحتها، وجهات أخرى تهتم بمصلحة المواطن. طيب يعني بيقودنا ل يعني نقطة مهمة جدا، وهو دارين نسأل عن الأسس التي يبنى عليها القانون. كما ذكرت في البداية حسب نوع القانون، يعني حسب القوانين متعددة كما ذكرت، ولكن إذا أخذنا المثال كقوانين عامة هي تقنن لقيم وأعراف وطبيعة المجتمع، وبالتالي يجب أن لا تخرج من هذا النطاق، يعني بحيث يعني أنت تحدد المواد بما يخدم قضية المواطن، بما ينظم الحياة بين الفرد والفرد وبين الفرد والدولة،
يعني لا يعتدي أحد على الآخر على حقوق الآخر، لا يعتدي أحد على الحقوق العامة، تنظم مثلا الجانب الصحي، تنظم الجانب البيئي، تنظم الجانب جوانب التعليم. كل الجامعات الآن هنا في السودان مثلا تنشأ بقوانين تنظم يعني كيفية عملها، كيفية قبولها، تبعيتها إلى وزارة التعليم العالي أو علاقتها بالأجهزة التنفيذية وهكذا. يعني فكل يعني كل قانون له طبيعة معينة لا تتحد. ولكن إذا نظرنا إلى القوانين العامة، قوانين مثلا الإجراءات، هذه تعدل بعد كل فترة، هي ليست كالدساتير. يعني يمكن الدستور هو يعني أبو يعني يحكم القوانين، ويجب أن لا يتم مخالفة بين الدستور وبين القوانين الأخرى. الدستور هو القانون الأعلى، ويعني يمكن ويحدد مبادئ الدولة، شكل الدولة، قيمها وهكذا. ولكن على المستوى الأدنى يعني يتم تشريع القوانين التي تتغير كل مرة بتغيرات يعني المجتمع وبتغيرات الأحداث فيه، بحيث تكون منظمة لهذه الحياة. أنا شاكر لك جدا المحامي الأستاذ محمد الحسن الأمين، حدثتنا عن صناعة القانون، كثر خيرك، شكرا جزيلا، كنت ضيف عزيز علينا في ضلال أصيل. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. دي كانت مساحتنا الثانية في ضلال أصيل، حدثنا فيها مع الأستاذ محمد الحسن الأمين عن صناعة القانون وكيف يصنع القانون ومن يحق له صناعة القانون والأسس التي ينبغي عليها أن تبنى القوانين.